عامل الميناء، شنو التحضيرات؟ أبرز النقوصات؟ أكيد التحضير هو يم الكادر التدريبي وعد العدة جيدة، أكيد قراءة المحلل الفني الموجود مع في ستاف كابتن حكيم والمساعدين والكادر التدريبي في نقاط القوة والضعف لفريق نادي الميناء. فريق نادي الميناء طبعا يمر بظروف صعبة، يعني أتمنى أنه يرجع الميناء. أكيد فريقنا أكيد راح يكون في ملعب الشعب الأفضلية إن شاء الله، وأتمنى أن يكون ثلاث نقاط مهمة للقوة الجوية المتواصلة إن شاء الله، ويكون أول التقارب مع نادي الشرطة إن شاء الله. ما تشعر أن القوة الجوية بالفترة الأخيرة يلعب بدون روح كابتن؟ لمستوا هذا الشيء؟ لا، أكو مباريات تشوف الفريق روحيته عالية جدا، يعني يخسر يجي يغلب أو يتعادل، أنا أكو روحية. أكو مرات يشوفه غالب بس يلعب ما يلعب بروحية، حسب ظروف المباراة، حسب اللاعب وكيفيته، هو ينطي أهمية للمباراة أو ما ينطي أهمية للمباراة. التحضير النفسي والذهني هذا مهم للاعب.